ثاني خاصية جدا مهمة خاصة في عملية التصميم المتجاوب وفي تصميم الأدوات، ألا وهي ما تسمى في الاحتواء أو ما تسمى في التوكي. الآن طبعا لو تبدي أنه تقوم بإسقاط أي كائن أو أي عنصر، فتلاحظ أنه هذا العنصر إلي خاصية ما تسمى في التوك. هنا في الأسفل راح تجد شيء يسمى توك، لما تضغط عليه بهذا الشكل فراح يحتوي لك على 4 اختيارات واختيار نون. هذا النون معناه أنه الآن الخاصية هي غير مفعلة. طبعا هذه الخاصية جدا 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 مهمة في توزيع أو تقسيم الفور، يعني راح تلاحظ أنه إحنا راح نبدأ نستخدمها هي مع الأنكر حتى نقوم بتصميم الأدوات وتصميم أو تقسيم الشاشة الخاصة في الفور. لاحظ معي الآن طبعا لنفترض انه انت تريد هذا البوتون، هذا البوتون انه يكون في الاسفل تماما، فبلاش انه تقوم بوضع هذا البوتون وتقوم بعمل سايز اله، فتقوم بوضعه الى البوتون بهذا الشكل، فتلاحظ انه اصبح عندك الى يعني هذا البوتون اتخذ احتواء الى الاسفل الخاص في الفور. فلما تعمل ران الان على الفورم تلاحظ انه هو عمل احتواء وبشكل تلقائي للاسفل، اي اصبح عندك مع احتواء الفورم يبدي يزداد بزيادة الفورم تماما. طبعا ما راح يزداد للاعلى، لماذا؟ لان هو في الاسفل. طيب لما اخذ بوتون اخر على سبيل المثال، طبعا انا دا اشرح على البوتون ولكن احنا ما نستخدمه فعليا مع البوتون، راح نستخدمه مع الادوات الاخرى اللي احنا راح نبدي نتطرق لها في تنظيم الأدوات. تأخذ هذا البوتون على سبيل المثال ثم ترجع إلى خاصية الاحتواء التوك الخاصة فيه وتجعله في الأعلى، راح يكون عندك بهذا الشكل. مثلا نبدي ناخذ بوتون بهذا الشكل ونقوم أيضا بنفس الطريقة الذهاب إلى الدوك الخاص فيه وأجعله باتجاه الليفت، راح يكون عندك بهذا الشكل. أوكي، أخذ بوتون آخر وأيضا نفس الشيء، ذهب إلى الاحتواء الخاص فيه وأجعله بهذا الشكل. الآن لاحظ أصبحت عندك أنه لكل بوتون إلى احتواء خاص فيه، اتجاه الأعلى واتجاه الأسفل واتجاه الليف واتجاه الرايت. طيب هنالك أيضا اللي هي ما تسمى بالفول. أوكي، هذه أنه تعمل لك على كل الحجم اللي بقى عندنا، هو راح يمكن أنه أنت تبدأ بتطبيقه بشكل مباشر كاحتواء على الحجم اللي هو موجود، فهذا هو الفل، انه تعمل فل عليه فراح يعمل لك فل عليه بهذا الشكل. الان لاحظ تقسيم الشاشة كيف راح يصبح عندك، البوتون اللي موجود عندك للاسفل، بوتون موجود عندك للاعلى باتجاه الليفت باتجاه الرايت، وهذا راح يكون عندك احتواء. طبعا لما تبدي بزيادة الحجم راح كلها تزداد بنفس المقياس وبنفس المقدار، لماذا؟ لانه واضع لها انا بالتحديد احتواء باستخدام هذه الخاصية.